أهلا بكم إلى زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تسرب النفط من خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى. حذرت الحكومة من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن جراء تسرب النفط من خزان في الحديدة غربي البلاد. أشارت الحكومة إلى أنها خاطبت الأمم المتحدة مرارا لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى. وقالت الحكومة أن الأمم المتحدة أرسلت في مايو الماضي فريقا فنيا لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار وأضرار استمرار تسرب الخزان على البيئة، ودور الحكومة والأمم المتحدة في وقف تسرب الخزان. كارثة بيئية تشارف على أن تحل في البحر الأحمر، ذلك ما ترده الأنباء المتعلقة بشأن سفينة صافر التي تعرضت منذ فترة ليست بالقليلة للتسرب النفطي في ميناء رأس عيسى بالحديدة. تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات قال إن ناقلة التخزين العائمة المملوكة لشركة النفط الوطنية اليمنية صافر قد تسبب أكبر كارثة بيئية في حال تسرب أكثر من 1,300,000 برميلا إلى البحر، مشيرا إلى أن الكارثة ستكون أكثر بأربعة أضعاف من تلك المنبعثة من تسرب نفط إكسون فالديز عام 1989 في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الإنسان في التاريخ. التقرير حث الحكومة الشرعية والحوثيين على التوصل إلى تسوية تجنب البلاد كارثة وشيكة قد تصل تداعياتها إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن شأنها أيضا جلب الدمار للبيئة البحرية وما تحمله من تنوع وبيئة بحرية نادرة. وبينما يحوم شبح الكارثة يتنازع الجميع على العائد المادي من قيمة ما تحمله السفينة على متنها من نفط خام، ما يعني أن كل شيء يتم الاختلاف على تحاصصه يترك للدمار، ذلك ما وصل إليه اليمن في عهد الميليشيا وشرعية هادي القابعة في الرياض. ينضم إلينا في بداية هذه الحلقة من كوالالمبور محلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. مرحبا، مساء الخير أخي سامي. أستاذ عبد الواحد، بداية برأيك ما مدى خطورة الآثار المحتملة للتسرب النفطي من خزان صافر العائم؟ الكارثة طبعا ستكون كبيرة جدا، خصوصا لو قارناها مع كارثة سابقة المعروفة باسم كارثة إكسون فالديز التي حصلت على شواطئ الألاسكا الأمريكية، وهذه الحادثة تسرب بسببها أكثر من 250,000 برميل من النفط الخام، وكلفت تقريبا لمجرد عملية إزالة الآثار والتنظيف ما يزيد عن 5 مليار دولار. فالوضع بالنسبة للباخرة صافر سيكون 4 إلى 5 أضعاف هذا الأثر، لأنه أنت تتكلم على حوالي 1,150,000 برميل موجودة على الباخرة حاليا، وهذه المليون إذا تسربت هذه الكمية إذا تسربت في البحر الأحمر، فأنت تتكلم على منطقة مغلقة مليئة بالأحياء البحرية والشعاب المرجانية ومصادر رزق لكثير من الصيادين. بينما مثلا مشكلة أو تسرب اللي حصل مع شركة إكسون موبيل في إكسون فالديز كان في منطقة ألاسكا الجليدية والتي لا يوجد فيها لا أحياء بحرية ولا حياة حتى حياة للسكان وغير ذلك. فالمشكلة ستكون أكبر وستتعرض حركة الملاحة البحرية بشكل كامل وستعطل المرور في البحر الأحمر وستكلف مليارات الدولارات. يكفي أن نعرف مثلا أن التكاليف أو التغطية التأمينية لهذه الباخرة تصل إلى 100 مليار دولار. طيب برأيك أيضا من يتحمل مسؤولية الوضع هذا؟ الحكاية بدأت يمكن من بعد الحرب، ومن لو بدأنا تقريبا قبل سنتين من الآن كان في جهود من قبل الإدارة الشرعية لشركة صافر بأن تقوم بتحركات لتفريغ الباخرة والتخلص من هذه المشكلة، ولكن وقف أمام هذا المشروع الإدارة السابقة لوزارة النفط الممثلة
سيف الشريف الذي كان له مصالح مع الحوثيين بالتعاون مع عبد الله العليمي من مكتب رئاسة الجمهورية، وكانوا يطمعون بعمولات أو بفوائد أو بعوائد مادية من هذه الصفقة، وقاموا بعرقلة مشروع تفريغ الباخرة، وبالرغم أنه كان في خطابات وجهت لهم من وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية والإدارة السابقة لشركة صافر، لكن الحكاية بدأت من هنا. وبعد ذلك الحوثيين أيضا دخلوا في الخط ويرغبون كذلك في الحصول على نصيبهم من عائدات أو من العمولات التي ممكن تحصل من هذه الصفقة، لأنه أنت تتكلم على حوالي 100 مليون و150 مليون برميل ممكن يتم بيعها بما يساوي 60 إلى 70 مليون دولار، بالإضافة إلى قيمة الباخرة نفسها التي أصبحت غير صالحة للاستخدام وممكن بيعها كخردة أو ما شابه. طيب أستاذ عبد الواحد، الآن هناك حديث أن الحوثيين يمنع الفرق الفنية من الوصول لإجراء فحص. في هذا الكلام حسب الإعلان حق رئاسة الوزراء أن هم بيحملوا الحوثيين المسؤولية، بالرغم أنه كان في زي الاتفاق بين الحكومة الشرعية والتحالف والحوثيين على إيتال مهمة تفريغ الحاوية إلى طرف ثالث اللي هو الأمم المتحدة. وفعلا في العام الماضي تقريبا على شهر نوفمبر الأمم المتحدة نزلت مناقصة لتفريغ السفينة ونقلها من مكانها لتجنب الخطر أو تجنب التسرب الذي ممكن يحصل، لكن هذا المشروع باب بالفشل بحكم أن الأمم المتحدة نفسها متورطة مع الحوثيين كما هي دائما، ورفضت أنه تحصل أو تتم إنهاء أو تنفيذ هذا المشروع. وزي ما قلت لك وزي ما ذكرتم انت في التقرير انه العمولات والمصالح الماديه المتوقعه من هذه الصفقه ومن بيع البترول وبيع الباخره هي من تعرقل تفريغ الحاوية، وبالتالي الفساد والمحسوبيات واستغلال النفوذ الذي يتورط فيه كل الاطراف، اقصد كل الاطراف، اقصد اطراف الشرعيه واطراف الحوثيين وكذلك الامم المتحده، هم من يقفون عائق اثرى امام تفريغ الباخره والتخلص من هذه القنبله الموقوته وسط مياه البحر الاحمر. طيب استاذ عبد الواحد، برايك كيف يمكن تفادي هذه الكارثه؟ الان التسرب حصل من حسب ما أورده تقرير رئاسة الوزراء، ولكن هو تسرب لا يزال بكميات بسيطة، ولكن لا يزال بإمكان الحكومة الشرعية اللحاق وتجنب كبر المشكلة بالاعتماد على الفنيين والمختصين والمؤهلين لحل هذه المشكلة، لأن الاعتماد على الإدارة الموجودة حاليا في شركة صافر ووزارة النفط لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى حل هذه المشكلة. يجب أن يوكل العمل للمختصين ولأصحاب المعرفة والخبرة الكافية في هذا الجانب، والمسؤولين في رئاسة الوزراء والحكومة الشرعية يعرفون مع من ممكن أن يتعاملوا. طيب الآن كمخاطر، في أي مرحلة الوضع مع التسرب؟ الوضع في المرحلة ما قبل الانفجار. نحن نتكلم أو نرسل تحذيرات على هذا الخطر منذ أكثر من سنتين، لأن الباخرة منذ أكثر من 5 سنوات وهي لم تحصل على أي نوع من أنواع الصيانة، وهذه الباخرة عمرها يتجاوز 44 عام، وهي في الخدمة تقريبا من العام 88، فهي عمليا وفعليا خرجت عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. فالوضع على وشك الانفجار، ونحن ننتظر الكارثة في أي لحظة
ما لم ترسل عناية من الله سبحانه وتعالى. طيب تبقى معنا استاذ عبد الواحد، نشارك معنا ايضا الكاتب والناشط محمد الاحمدي ينضم الينا من اسطنبول. اهلا بك استاذ محمد. استاذ محمد، برايك ما مدى خطوره الاثار المحتمله للتسرب النفطي من خزان صافر، وكيف تنظر الى تحذيرات الحكومه من كارثه بيئيه في البحر الاحمر وخليج عدن؟ بالتأكيد المخاطر البيئية كارثية، وتتحدث الحكومة اليمنية في تحذيراتها الأخيرة عن إمكانية أن تؤدي الآثار الناجمة عن التسرب النفطي للخزان العائم في رأس عيسى إلى أضعاف الكارثة، أربعة أضعاف الكارثة البيئية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989، والتي تعد من أكبر الكوارث البيئية في التاريخ. وبالتالي نتحدث عن مخاطر هائلة جراء هذا التسرب. وهو الحقيقة منذ عدة سنوات كان هناك يعني تحذيرات من أن استمرار الخزان العائم بدون أي أعمال صيانة دورية سيؤدي إلى نتائج وخيمة، وإلى إمكانية أن يؤدي إلى كارثة تضر بالأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن. وبالتالي احنا نتحدث عن مشكلة كبيرة. هذه الحقيقة المشكلة ناجمة أساسا عن غياب مسؤولية أخلاقية وإنسانية لدى ميليشيا الحوثيين الإنقلابية فيما يتعلق بهذه المشكلة، عندما منعت أكثر من مرة فرق الصيانة من الوصول إلى الخزان العائم لإجراء الفحص الدوري ومعاينة المشكلة. الحكومة اليمنية في وقت سابق أيضا كانت قد طالبت الأمم المتحدة الضغط على الجماعة الحوثي من أجل السماح لهذه الفرق بالوصول إلى الخزان العائم في رأس عيسى من أجل إجراء الفحص المطلوب وتحديد حجم الآثار والأضرار المحتملة للتسرب النفطي. المشكلة أن هذا التسرب طبعا هو نتيجة لتآكل الخزان يعني، وبالتالي كان هناك أيضا مشكلة مماثلة تتعلق بأنابيب النفط، بأنبوب النفط الذي حاولت الميليشيا سرقة ما بداخله من نفط خام، وأدى أيضا إلى نفس المشكلة تآكل الأنبوب النفطي، وهذا ينذر بكارثة أيضا. طيب بالنسبة لتوقعاتك فيما يخص الاستجابة مع خطاب الحكومة للأمم المتحدة لتفادي هذه الكارثة، هل تتوقع أن تحدث استجابة ويتم الضغط؟ للأسف الشديد التعامل الناعم للأمم المتحدة مع جماعة الحوثيين كانت له نتائج كارثية على مستوى الآمال يعني تضاؤل الآمال تحقيق السلم في اليمن بسبب تعنت الميليشيا الحوثية. افترض أن ميناء رأس عيسى أساسا هو أحد ثلاثة موانئ رئيسية في البحر في محافظة الحديدة إلى جانب الصليف وميناء الحديدة الميناء الرئيسي، يفترض أن يتم إخلاء هذه الموانئ الثلاثة من أي وجود لميليشيا الحوثيين، وأن تسلم للقوات الحكومية بموجب اتفاق السويد. لكن الميليشيا الحوثية تتعنت وترفض تسليم هذه الموانئ الثلاثة، وهناك نوع من التعاطي الناعم جدا من قبل الأمم المتحدة والعديد من الفاعلين الدوليين مع هذا الموضوع، مع ميليشيا الحوثيين، وغض الطرف عن سياساتها في محاولة تثبيت وجودها في هذه الموانئ الرئيسية. هذه المشكلة ليست الوحيدة، الحوثيون كما نعرف أقسامهم يعني كانوا ولا زالوا يزرعون ألغام بحرية في خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر، وبالتالي يعني مشكلة الخزان العائم واحدة من المشكلات الكارثية الناجمة عن سلوك الميليشيا الحوثية العبثي المستهتر ب يعني الحياة الآدمية وب يعني بدون أي شعور حتى بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه البيئة والأحياء البحرية وتجاه السلم في البلاد وفي البحر. طب تبقى معنا أستاذ محمد ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. أستاذ عبد الحفيظ هل تسمعني؟ طيب أعود لعبد الواحد العوبلي من كوالالمبور. أستاذ عبد الواحد هل ما زلت معنا؟
أستاذ عبد الواحد، معك أخي سامي، معك. أستاذ عبد الواحد، كنت تحدثت في مجمل حديثك في البداية عن ربما التأثيرات قد تصل إلى برحة الخطورة على الملاحة الدولية. إلى أي حد هناك أو تتوقع أن تحدث استجابة دولية لهذه التحذيرات ويتم معالجة الوضع والضغط في هذا الاتجاه؟ في تصوري الشخصي أن التحذيرات أو الاستجابة لم تكون إلا بتحرك جاد من الحكومة اليمنية. لا يجب أن ننتظر أحد ليقوم بعملنا. الحكومة اليمنية هي من قادرة، هي من تستطيع أو قادرة أن تفرض رأيها وقرارها في هذا الجانب. فالوقوف وقف المتفرج مثل ما هو الوضع منذ أكثر من 4 سنوات لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة، ونحن لدينا خبرة ولا نحتاج إلى مزيد من التجارب لنجرب المجرب. الأمم المتحدة متواطئة بشكل واضح ومباشر مع الحوثيين، ولا يمكن أن تقوم بأي شيء خارج مصلحتهم، ولا يعنيها ولا يهمها أساسا حركة الملاحة في البحر الأحمر أو الحياة البحرية لليمن أو أي مصلحة من مصالح اليمن، طالما هي غير متوافقة أو متوازية مع مصالحهم التي أتوا من أجلها. فهذا الموضوع جملة وتفصيلة يجب أن يتم أو يحصل فيه تحرك من الحكومة اليمنية، سواء تحرك دبلوماسي، تحرك إداري، تحرك عسكري، أيا كان. لن يحك ظفرك، لن يحك جلدك إلا ظفرك. فهذا الموضوع لا يجب أن ننتظر أحد أن يأتي لينقذنا منه. نحن من يجب أن نتحرك ونقوم بالعمل اللازم والخطوات الخطوات الجادة للتخلص من هذه الكارثة وتجنب الآثار التي ستنتج عنها، لأن لن تتمكن لا ميزانية اليمن لا لهذه السنة ولا لعشرات السنوات أن تتحمل الأعباء المادية والاقتصادية والبيئية لهذه الكارثة. طيب، تبقى معنا أستاذ عبد الواحد، نستمع لرأي الأستاذ محمد الأحمدي في إمكانية أو كيف يمكن تفادي هذه الكارثة. أستاذ محمد، أعتقد أخي العزيز أنه يجب أن يكون هناك تحرك فوري على مستوى دولي لتجنب وقوع كارثة بيئية من هذا النوع، قد تؤدي إلى دمار هائل في النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي من أهم المناطق الحيوية حول العالم. يجب أن يكون هناك تحرك فعلي جاد، يعني على الأقل يتجاوز الجدل الدائر حول مسألة تسليم موانئ الحديدة إلى الحكومة الشرعية أو الإبقاء عليها تحت سلطة الحوثيين، بحيث يتم معالجة الوضع على نحو فوري ودون يعني إبطاء ودون انتظار حتى يعني تعم الكارثة ويعني وتصبح هناك مشكلة خطيرة بيئية في البحر الأحمر. بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تحرك أيضا حتى على مستوى الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين من أجل السماح بفرق الصيانة والفحص للوصول إلى الخزان العائم في رأس عيسى ومعالجة الخزان والأماكن التي يتم التسرب النفطي منها. يعني هناك في الحقيقة أكثر من إشكالية ما يتعلق بالتسرب النفطي ومخلفات المواد البترولية في العديد من المناطق على البحر الأحمر، سواء جزيرة كمران كما تحدثت تقارير في وقت سابق أو اليوم عندما نتحدث عن مشكلة التسرب النفطي في خزان صافر العائم في رأس عيسى. يجب أن يكون هناك مشكلة، يعني يجب أن يكون هناك حلول للمشكلة برمتها، يعني للمخلفات النفطية ولأيضا مخاطر التسرب النفطي التي تحدث حاليا في خزان العائم في رأس عيسى. شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي، ناشط حقوقي، كنت معنا من اسطنبول. أختم مع الأستاذ عبد الواحد العوبلي، أشرت إلى العديد من المعوقات والإشكاليات التي تقف اليوم أمام تفادي هذه الكارثة، هل تتوقع أن يتم تجاوز هذه المعوقات؟ نظل متفائلين برغم كل السواد الموجود، وأملنا كبير برئاسة الوزراء وقيادة الدكتور معين عبد الملك أن يتحرك بشكل إيجابي
مع بالتواصل مع قيادة التحالف والأمم المتحدة أن يقوموا بدورهم لإنقاذ اليمن من هذه الكارثة وتجنب الآثار المستقبلية لمثل لما ممكن إذا لا سمح الله حدث التسرب. ويجب كذلك أن يتم الاعتماد على المختصين والمؤهلين أصحاب الخبرة في التعامل مع هذه الأشياء وهم موجودين وجالسين في البيوت، لأن الإدارة الموجودة زي ما ذكرت من سابق الإدارة الموجودة في شركة صافر لا تهتم أو في وزارة النفط لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية، وعلى الرغم من هذه المشكلة عمرها سنوات ولكن هم زي ما يقولوا أذن من طين وأذن من عجين ولا يعنيهم هذا الأمر شيء. فيجب التحرك بالاعتماد على المختصين اللي قادرين أن يتصرفوا أو يخرجوا بحلول لهذه المشكلة. شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي محلل اقتصادي كنت معنا من كوالالمبور، والشكر موصول مشاهدينا الكرام لضيوف هذه الحلقة ولكم تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.